الأجيال الموجودة ما حضرتش معانا أو عاشت معانا لحظة التحرير أو اليوم اللي اتحررت في سيناء من العدوان الإسرائيلي. الأجيال القديمة اللي زينا كده عاشوا الوقت ده وعارفين قيمة وقد إيه كان الشعب المصري كله بيحتفل إن سيناء بالكامل رجعت تحت السيادة المصرية. كانت فرحة عارمة، كان كل سنة بيتم الاحتفال بأعياد سيناء بمظاهر شعبية ورسمية على مستوى الدولة، الدولة كانت بتحتفل والشعب نفسه كان بيحتفل، لأن الشعب حضر وقبل حتى انتصارات أكتوبر حضر الفترة بتاعت النكسة، عرف قيمة الانتصار بتاع 73 وعرف قيمة تحرير آخر قطعة من أرض مصر من العدوان الإسرائيلي. فكان الاحتفال ليه طعم وكان ليه مذاق يختلف عن النهاردة. عشان كده أنا بكرر الشكر للدكتور مجدي على أنه يعني كان في مبادرة من حضرته أنه يكمل المظهر الشعبي. يعني الدولة احتفلت بأعياد تحرير سيناء، إنما ما شفناش مظاهر شعبية للاحتفال. يمكن دكتور مجدي كانت المبادرة من سيادته أن احنا نقيم هذا الحفل أو هذا اللقاء عشان نحيي ذكرى تحرير سيناء. سيناء جزء عزيز من الأرض، بقول لحضراتكم يقدر يحس ويقيم الموضوع ده الأجيال القديمة اللي زينا، لأن احنا انحرمنا منها فترة كبيرة، ولما رجعت جزء من بقت تحت السيادة المصرية كانت فرحة عارمة للشعب المصري كله، وكان كنا بنفخر أياميها بقواتنا المسلحة إنها قدرت بالحرب وبالسياسة وبالتحكيم إنها ترجع سيناء بالكامل. بكرر شكري للدكتور مجدي، ويعني يمكن مش عايز أقول إن إحنا بنخوض عملية تحرير جديدة، إنما أنا هسميها كده، إحنا بنخوض عملية تحرير جديدة لأرض سيناء. للأسف مش من العدو الإسرائيلي، من قوة ظلامية موجودة عندنا يعني متسترة بالدين، واخدة ستار لتنفيذ مطامع أو تنفيذ أجندات مش وقت الكلام فيها ولا مش هنخوض فيها، إنما احنا فعلا بنخوض عملية تحرير جديدة لسيناء، وده واضح في الشهداء اللي بيسقطوا كل يوم سواء من القوات المسلحة أو من رجال الشرطة. أنا كنت جايب لحضراتكم بيان إحصائي بالشهداء بتوع الشرطة، مش عايز والله يا دكتور مجدي أقول، بس عايز أقول لحضراتكم إن 60% من الأعداد اللي معايا سقطت في سيناء، كانت في مواجهات في سيناء، و يعني جنب إلى جنب مع شهداء القوات المسلحة. لما كان بيسقط شهيد من هنا بيسقط شهيد من هنا، وده دور مكمل. يعني احنا بنكمل مؤسسة الجيش ومؤسسة الشرطة في تكامل وتناغم ما بينهم، وده يمكن اللي مأخر عملية التحرير، ان احنا بنتحسس في المقاومة، بنتحسس الطريق عشان ما يقعش واحد مظلوم، ما يقعش شيخ، ما يقعش طفل، ما تقعش سيدة، فبنتحسس عملية التطهير، انما ان شاء الله هنطهرها بأي ثمن، بأي ثمن الشهداء، بأي ثمن من الدم اللي بيسال علشان نحرر سيناء المرة الثانية إن شاء الله. والأجيال الجديدة يعني إن شاء الله يعني نديها لهم طهرة محررة يحافظوا عليها. أنا بشكر تاني الدكتور مجدي وبشكر تواجدكم، ومش عايز تبقى المناسبة كئيبة، مش عايزين نتكلم في الشهداء ولا الأعداد ولا المصابين اللي عندنا بالعشرات والمئات، إنما احنا خلينا نحتفل ان سيناء جزء من مصر تحت السيادة المصرية. بشكركم وبشكر الدكتور مجدي. شكرا لك. طيب نشكر سيادة الدكتور المستشار محمد مجدي مرجان والسادة الحضور والسادة اللواءات والسادة أعضاء المنظمة الأفريقية الجوية، ويعني بنشكركم على تنظيم هذه المناسبة العظيمة في هذه الذكرى الخالدة وهي تحرير سيناء.
ويعني نتمنى دائما كل الخير لبلدنا العظيمة في هذه المناسبة المجيدة. وطبعا يعني سيناء يعني جزء غالي وطاهر من الأراضي المصرية، هي دائما هي البوابة الشرقية للدفاع عن سيادة مصر وسلامة أراضيها واستقلالها. وعلى مر العصور كانت دائما سيناء هي خط المواجهة الأول ضد كل الغزاة الذين حاولوا المساس بأمن مصر واستقلالها. ودائما أؤكد أن يعني الدبلوماسية المصرية خاضت معركة شرسة لتحرير سيناء، هي كانت إعداد للحرب أكتوبر المجيدة. في حاجة بقى في إيدك، إيدك فيها البركة بقى. كانت يعني الدبلوماسية المصرية دائما مساندة للعمل العسكري، والعمل العسكري والعمل الدبلوماسي هم دائما نقول ان العمل العسكري والعمل الدبلوماسي وجهان لعمله واحده، يكمل منهما الاخر بغرض الحفاظ على امن مصر ومصالحها الاستراتيجيه العليا. يعني خاضت الدبلوماسيه المصريه معركه شرسه وطويله من اجل الحفاظ على مصالح مصر وسيادتها واسترجاع اخر شبر من ارض مصر الغاليه في طابا، وقبلها لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء في 25 إبريل عام 1982 بالتفاوض وعبر جولات طويلة من يعني التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وصولا إلى تحرير الأرض بالكامل حتى آخر شبر في طابا عام 1989. ونحيي طبعا كل رموز هذه المرحلة الذين خاضوا أعتى الحروب التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي من الدبلوماسيين والقانونيين والخبراء والعسكريين وكل أبناء مصر الشرفاء الذين عملوا من أجل حريتها وكرامتها واستقلالها وعودة سيادتها على هذه البقعة الغالية من أرضها شبه جزيرة سيناء. ونتمنى في المرحلة القادمة أيضا أن يسود الاستقرار والأمن وتنعم هذه مصر وتنعم سيناء بالاستقرار وبالسلام، فضلا عن التنمية والرخاء أيضا، وهو ما يعزز يعني حياة السكان الذين يعيشون فيها. وإن شاء الله نرى هذه الأيام عندما يسود الاستقرار ويعود الهدوء إلى هذه المنطقة. وشكرا والسلام عليكم. بس بنحزن ان النهارده يمكن اهدأ الحدود بيننا وبين اي منطقه اخرى هي الحدود الاسرائيليه المصريه، وان اسوأ واخطر الحدود هي اللي بيننا وبين غزه وحماس، ويعني تحولوا العرب والمسلمين الى اعداء للدين واعداء للحق. فده شيء بيقول لنا وبيورينا ان احنا كنا فعلا العاطفه هي اللي حكمتنا مش المصالح، رغم ان الدول اللي بتحكمها المصالح. شكرا لحضراتكم. ومش عارف اولا بنحيي السيدات، وايضا انا شايف كده وان شاء الله يبقى لكم برضه كلمه باذن الله. المراه لها دور هام جدا، وسعاده اللواء الطيار اظن وكل الناس العظام باذن الله. اهلا وسهلا. مش عارف حفظ ومكرم اذا كنت عايز تتكلم اتفضل. إن من حوالي 8 سنين بفتح التلفزيون ولقيت المذيع اللي هو بتاع جنيه دهب ده، معرفش اسمه ايه، واقف جنبي وفط الشوارع. الفكره دي فكرتي انا، وبيسال طلبه معديين من كليات عسكريه، واقف جنب شارع البطل احمد عزيز، فبيسال طالب في نهايه كليه حربيه هيتخرج ضابط كمان اسبوع، مين البطل احمد عزيز؟ قال له ده بطل مصر في رفع العسقلي. بطل مصر في رفع العسقلي. انا يمكن الظروف خدمت ان انا اعرف اولاد البطل احمد عزيز، او اعرف ناس كتير، لان انا يعني كان على صله بعدد كبير منهم. البطل احمد عزيز، كلمه البطل دي ما جاتش كده اعتباطا. هذا الرجل قلع ركبته، كان عميد او امير لاير، كان حرب، وكان طيار وضابط مدرعات بيجمع الاثنين مع بعض، وبطل مصر في الفروسيه واشترك في اولمبياد.
هو مواليد سنة 4 استشهد سنة 48. بطل أحمد عزيز ليه ولدين من سني وأكبر شوية، بس هم عندهم دار طباعة ونشر. البطل أحمد عزيز قبل حرب 48 اللي هي احنا بنحتفل اليومين دولة بالذكرى بتاعتها، ذكرى انتصار أو ذكرى حرب فلسطين 48 اللي قعدت حوالي 9 أشهر وانتهت زي ما انتهت، لكن ما كانش في حاجة اسمها سلاح فاسدة. معاكم لواء فؤاد طبعا راجل متخصص، مفيش حاجة اسمها سلاح فاسد، مفيش حاجة اسمها بندقية أضرب الطلقة ترجع في سلك، لكن في حاجة اسمها سلاح قديم أو سلاح مستهلك أو سلاح غير قابل للدخول في المعركة، خصوصا احنا في الفترة دي كنا بلد محتلة، وكانوا التسليح بتاعنا سنة 48 تسليح مخلفات حرب عالمية أولى، حرب عالمية أولى. ويمكن أنا امبارح لقيت حاجة كمان كان كده موضوع في الجرايد على كم الشهداء اللي استشهدوا من الطيارين بتوعنا في حرب 48. حرب 48 كان السلاح الجوي الملكي المصري، معلش أنا هديك كده سبورتس بسرعة، كان قوتنا 120 طيارة على ميكانيكي على ملاح على مصور جوي كله على بعض 120، استشهد منهم 14 طيار. والطيار وقتها كان عشان البلد تعد للقتال ياخد حوالي 6 سنين. احنا مصر دخلنا السلاح الجوي الملكي سنة 24، قبل كده ما كانش عندنا، كان اسمه وزير الحربية والبحرية، واحنا جيش قديم من ايام الفراعنة، الجيش المصري من اقدم جيوش العالم، جيش نظامي جيش مقاتل، وجميع الملوك بتوعنا في العهد الفرعوني كانوا ملوك الأقوياء عسكريين، من اول الملك مينا او مينس موحد القطرين، بيجي الاول بيجي الثاني سقين الراع احمس تحتمس رمسيس واحد واثنين وثلاثه، كل دول عسكريين والمعارك بتاعتهم بتدرس في الكليات العسكريه، معركه رفح معركه قادش معركه مجد حسب، وفيها جميع التكتيك اسس التكتيك موجوده في المعركة. بالنسبه للذكرى بتاع حرب 48 عشان الذكرى من دول، المعركه استمرت 9 اشهر، الشهداء بتوعنا 880 صفوة جندي، 102 ضابط رتب مختلفة القوات المسلحة، و14 طيار، و8 ضباط بحرية، ده أعداد كبيرة مش أعداد قليلة، من قوة الفلق العربي، وكان قوته حوالي 12,000 مقاتل قصاد اليهود كانوا 90,000 مرتزق. واخدين بالكم حضرتكم النسبة 1:8، وإحنا بلاد محتلة، جيش الفلق العربي كان من مصر. الشام، الأردن، السودان، كل بلد من دول بعت شوية عساكر أو كاتبتين ثلاثة حسب الظروف وحسب السماح لهم من قوة الاحتلال، كلها بلاد محتلة، بس كان أقوى جيش الجيش المصري. وأنا يمكن الظروف خدمت إن أنا أعرف أولاد، أنا سني ما يجيبش حرب أكتوبر، حرب 48، لكن أعرف معظم أولاد الشهداء اللي جه عملش الكتاب بتاعهم. ودي قصص كبيرة عن حرب 48. مرورا بقى بحرب 56، وبعدين في النص كان في حاجه اسمها كتائب الفدائيين الاحرار، دول برضو ما حدش كتب عنهم كتير، واطلب من اخويا فؤاد انه يركز عليهم شويه. دول كانوا مدنيين اتدربوا تدريبات عسكريه راقيه، كلهم مدنيين وشكلوا كتائب، واشتركوا في حرب 48 مع البطل احمد عزيز وهو كان قائد فدائيين، واستشهد بطلقه من جندي فلسطيني خائن. بطل احمد عزيز استشهد بطلقه من جندي فلسطيني خائن للاسف. الفدائيين دول وصل عددهم سنه 56 لحوالي 5,000 مقاتل مسلح مدرب، وتم تدريبهم بواسطه مجموعه من ضباط الاحرار، اذكر منهم الصاخ كمال الدين رفعت، الصاخ احمد شعيب، الصاخ صلاح الدين صلاح سالم، الصاخ كمال الدين حسين، قائد الاسراب وجيه اباظه، قائد الاسراب عبد اللطيف البغدادي، قائد الاسراب حسن ابراهيم، كل دول جربوا، وبعض ضباط الشرطه جربوا الفدائيين على القتال ازاي يشاركوا مع الجيش في القتال باستخدام الاسلحه البيضاء والقتال داخل المدن والحاجات دي كلها اسلوب كوماندوس. بعد حرب 56 جمال عبد الناصر كرمهم وقدم شهادات تقدير واتلغى، ما بعد كده ما بقاش في حاجه اسمها فدائيين. من ضمنهم شارع جواد علي حسني وسط البلد. جواد ده طالب في جامعه القاهره كليه الحقوق وحيد الوالدين. وده اتأثر في حرب 56 وانا حضرت الزنزانه بتاعته اللي قطعوا له فيها صوابعه. انا زرت بورسعيد وانا طالب في سنه ممكن اولى اعدادي المدرسه بتاعتي، لان انا زميلي في المدرسه كان المرحوم استاذ دكتور خالد جمال عبد الناصر. انا خريج مدرسه القوميه مصر الجديده، انا مواليد
مواليد مصر جدا القربة كمان. فعبد الناصر أمر إن زمايل ابنه يروحوا يشوفوا بورسعيد، وكنوع من عشان يخلي ولاده يخشوا الكليات العسكرية كمان عبد الناصر. كان معانا في الفصل في المجموعة دي أصدقاء العمر يعني ربنا يديهم الصحة، محمد رياض الصنباطي ابن رياض زميلي ده كابتن طيار ربنا يشفيه يعني، ياسين اسماعيل ياسين ممثل أدي أيوه كلنا دفعة مواليد 46، وإسماعيل يوسف السباعي الابن الوحيد ليوسف السباعي وآخرون. لما رحنا بورسعيد وكانت قصة يعني يطول شرحها، طلعونا أوتوبيس في ابن جمال عبد الناصر وفي طبعا مسلحين من المخابرات، ورحنا بورسعيد كان واقف إطلاق النار بقاله أسبوع. دي يمكن الحاجات اللي حببتني إن أنا أخش الكليات العسكرية، مع العلم إن أنا المفروض ما أخشش كليات عسكرية لأن أنا من والدة أجنبية. أنا أبويا حفيد عمر مكرم لكن أمي مش مصرية، أمي أرمنية. أنا مخلط تخليطة يعلم بها ربك يعني. يعني هربت من من مذبحة الأرمن يعني. وجات هنا مصر واتجوزت دلوقتي. لما وصلنا بورسعيد كان المحافظ لواء جيش ولابس أفرول وشايل رشاش بورسعيد بتاعه على كتفه، وكانت قصة كبيرة يعني. اللي برضه من الذكريات دخلنا الزنازين اللي اتعذب واتأثر فيها الأسرى بتوعنا، منهم مش فاكر اسمه واحد من أبطال بورسعيد اللي شالوا عينيه في فدائي من بورسعيد هو عايش. ماهر مهران. ماهر مهران تقريبا. وده خدوه انجلترا عذبوه عشان يقول اسم الفدائي اللي قتل كابتن مور، كابتن مور هاوس ده كان مينجر في الجيش الانجليزي ابن عم الملكه. ايوه. اتقتل هنا فعايزين يعرفوا مين اللي قتله، رفض يتكلم شالوا له عينيه حطوها على عينين ظابط على عمليه عملت في مالطا. ايوه وهذا الفدائي عايش. بس اعصابه تعبانه عايز موجود بيطلع في التلفزيون في المناسبات. شفنا بقى بورسعيد والدم وحضرت دفن المشاهدة حفره في الرمل وبعدين يحط في الجثمان والبنديه منك السلاح وعليه الخوذه في البويه هذا الشهيد فلان فلان وخلص الموضوع على كده. عجيب الزمن احنا قعدنا 5 ايام. كان معايا كاميرا صغيره بوكس كده ما تقعوش عليها صور ابيض واسود اسمها كودك، صورت شويه صور. وبعدين المحافظ حب يعمل واجب قدام، وعلى فكره كان معايا برضو جمال ابن حكيم عامر دفعتي برضو، فحب يعمل حاجه قدام ولاد القيادات فعزمنا على فيلم جديد اذا كان في حد فيكم يعني غاوي افلام سينما اسمه الملاك الصغير. اول مره اشوف الفنانه الجميله وقتها يعني زبيده صاروخ. زبيده اول ما شافتنا، زبيده يمكن اكبر مني ب 10 سنين، هي بتقول فين ابن جمال عبد الناصر؟ طب يا ستي سلمي على بيت الشباب اللي واقف، ما الشباب زي الفل يعني. راحت واخده خالد بن حضن وبتاعه، كان معاها حسين رياض، يحيى شهيد، كريمه فاتنه المعالي، ودي اللي حببتني بعد كده اخش معهد السينما. قلت افهم ايه اللي بيحصل في السينما المصريه ودرست. واللي حببني كده الدفعه اللي قبلي محمود امين، هو اللي قال لي خش اتعلم احتمال تبقى ممثل معروف، بس انا خويت الاخراج والسيناريو. كان فيلم اسمه الملاك الصغير. ويعني قعدنا 4 ايام شفنا الاحداث كلها وعشنا معاهم وشفنا بقى كم هائل من الشهداء والتعذيب والقتل في حرب 56 وازاي اهل بورسعيد اتحملوا الضغوط دي. مرورا بعد كده بحرب 67 انا اليمن كنت لسه طالب في الكليات العسكريه، وعلى فكره هنا في لواء طيار صديق عزيز ما اعرفش ما جاش قاعد على المنصه دي اللواء الطيار المنصوري. ما اعرفش هو راح فين. كل الشكر لسعاده اللواء حفيد عمر مكرم، يعني راجل تاريخ يعني كبير، هو يعني لولا انه مراعي بقيه المتحدثين كان حكى لنا ان شاء الله مره ثانيه عن تفاصيل في المسائل بطولات الجيش المصري. اولا يسعدنا يشرفنا الان معالي الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، وعايزين منه كلمه، راجل طول عمره وطني وفعلا اتعلمت يعني من ما سمعناه انا اتعلمت. لكن انا عايز اقول حاجه واحده بالنسبه لهذا الموضوع، وحاجه اعتقد ان انا كنت شاهد عليها.
حصل النكسة، النكبة الكبيرة اللي حصلت، وحصل بعد كده إعادة بناء القوات المسلحة. عبد الناصر تاني يوم أو تالت يوم بدأ في إعادة بناء القوات المسلحة. في هنا في أبو رواش بدأت عمليات التدريب على كسر الحاجز الترابي بواسطة المية. هنا هو جنب القاهرة. وبعدين أنا بقول اليومين دول اللي وقف فيهم الجيش المصري في 12 أكتوبر وعملية التمويه الرهيبة اللي عملها السادات، السادات كان معلم، كان معلم. يعني مثلا إنه قائد الجيش يطلع المطار الساعة 11 الصبح بيوصل مراته عشان تحج أو عشان تعمل عمرة، والعالم كله شوف ده، يقول لك يستحيل دول كانوا بيعملوا حرب، يستحيل دول هيحاربوا، جيش بيعمل عمرة، قائد الجيش بيعمل عمرة. المهم إنه في هذه الفترة بقى بدأ إعادة بناء الجيش المصري. الجيش المصري بدأ إعادته في هذه المرحلة، وهو ده الجيش المصري اللي دخل حرب 73 واللي انتصر في حرب 73 واللي النهارده بنفخر بيه وبنتكلم عنه. وأشكركم، أشكركم على دعوتكم، وأنا الحقيقة ما كنتش مستعد أتكلم لكن جاي مستعد أسمع بس. شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برحب بيكم جميعا، وبرحب بالمنصه الكريمه، وبرحب بمعالي الوزير يحيى الجمل. اهلا بيكم جميعا، شرفتوني. انا دكتوره ناهد شاكر، الشهيره بنانسي شاكر، رئيس ومؤسس ائتلاف نائبات قادمات على مستوى الجمهورية، وإن شاء الله قريباً جداً هندشن ائتلاف اتحاد نائبات قادمات للمرأة العربية بإذن الله. عايز أقول لكم إحنا طبعاً لما نيجي نذكر تحرير سيناء لازم نذكر نكسة 67 و 73. الحمد لله انتصرنا حرب أكتوبر. نيجي نتكلم عن 73 لازم نذكر الرئيس أنور السادات رحمه الله، وما نيجي نذكر تحرير سيناء من اليهود يعني إسرائيل سنة 1982 أكيد يعني هنذكر الرئيس السابق محمد حسني مبارك. أصل ده تاريخ ومحفور، ومفيش حد هيقدر يغير، مفيش حد هيقدر يغير فيه يعني، سواء بسلبياته أو إيجابياته. طبعا أظن أن كل رئيس مسك كان له سلبياته وإيجابياته. ف 1982 حررنا سيناء اللي اغتصبتها اسرائيل بعد نكسه 67، و 1989 حررنا طابا، كان اخر جندي اسرائيلي ترك سيناء في طابا، كان 1989 بالضبط. رفع الرئيس السابق محمد حسني مبارك علم مصر على طابة، وبذلك حررنا سيناء كاملة. عايز أقول إن الملف اتقفل من يومها. الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف سيناء من جديد وابتدى في التطهير، والحمد لله إن احنا دلوقتي بنسبة 80% طهرنا سيناء من الإرهاب. إن شاء الله قريبا جدا هنسلم ملف سيناء
كامل بإذن الله، مفيش إرهاب بعد كده. إذا كان دلوقتي في بعض العمليات البسيطة الإرهابية وبندفع ثمنها من دم إخواتنا ومن دم الشرطة المصرية والجيش المصري وقضاة مصر، لكن ده يعني النفس الأخير بالنسبة للجماعة الإرهابية اللي هم الإخوان اللي مصنفين إرهاب. لكن قريبا جدا الملف ده كان صعب على أي حد يفتحه، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح الملف ده ووجه كل مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة حتى أهل سيناء لتطهير سيناء. وإحنا شايفين الحمد لله أنه قلت جدا العمليات الإرهابية. العمليات الإرهابية دي أنا عايزة أقول لولا التمويل الخارجي ما كان هيحصل عمليات إرهابية. عايزين إحنا نقنن شوية أو نجفف ينبوع التمويل الخارجي، لأن هم من غير التمويل الخارجي ما بيعرفوش يعملوا أي حاجة. وفي فترات إحنا كنا فعلا كان عندنا كنترول شوية وما كانوش بيقدروا يعملوا حاجة. أما تحسوا إن هم ابتدوا يستعيدوا نشاطهم هتعرفوا إن وصلهم تمويل خارجي. احنا ما نقدرش نمنعه لان ما بنبقاش عارفين من اي مكان بالظبط. لكن حاليا احنا الجمعيات اللي كانت فاتحة ليهم وكانوا بيمونوهم عن طريقها، يعني قفلنا جمعيات كتير، يعني وزارة التضامن قفلت جمعيات كتير كانت خاصة بيهم. ان شاء الله الايام اللي جاية هتكون افضل واحسن كتير. لكن انا عايزة اقول بالنسبة للتطهير سينا والاحتفال بسينا، احنا كل سنة بنحتفل بسينا، لكن ان شاء الله السنة الجاية هيكون الاحتفال له طعم تاني، لان هيكون في انجازات اكتر واكتر. انا بلوم بس على الاعلام المصري، معلش انا ما يعني مش بقول هم مقصرين، ولكن كان المفروض ان الاعلام المصري يتكلم عن او يسرد الانجازات اللي تمت في خلال السنه دي، وبالذات في ملف سيناء كان ملف خطير جدا، ما كانش حد حتى امريكا كانتش قادره تيجي جنبه، مع ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مؤسسات البلد المؤسسات الهامه للعمل في هذا الملف. فعايزة أقول إن الإعلام مقصر لأنه بينشر السلبيات بس، ما بينشرش إيجابيات مصر. إيجابيات مصر كتير، يعني أنا فين مش هتكلم على الأمي، أنا هتكلم على المثقف اللي بيقول لك السنة دي اللي مسكها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو عمل إيه؟ ما عملش حاجة، طب ما نشيله. ده مثقفين بيقولوا الكلام ده. فأنا مش هلوم بقى على الأمي لما يجي يسألني هو عمل إيه. وده للأسف ده تقصير في الإعلام. كان المفروض إن إيجابيات مصر في خلال السنة دي تبقى موجودة على شاشات التلفزيون، علشان دي الشاشة الصغيرة اللي الكبير والصغير بيشوفها. لكن إحنا بس بنفكر في السلبيات وبتجيب نتيجة عكسية بالنسبة للي داخل مصر محل اللي خارج مصر. فأنا بقول إن دور الإعلام مهم جدا في إن الشعب المصري يعرف إيه هي إنجازات مصر، ودور الأزهر الشريف. دول مؤسستين مهمين جدا، لابد إن الشعب المصري يكون على دراية وعلم، يعني نوصل المعلومة الجيدة للشعب المصري. الله يخليك يا فندم. وكنت مجهز انا حاجه كده هقولها، وبعدين لقيت الموضوع لا مش هبص للورقه، انا هتكلم من عندي بقى في مواضيع تانيه انما تتعلق بذات الموضوع، يعني اللي هو تحرير سيناء. انا وانا قاعد بره كده سمعت الكلام عن حرب 67 وحرب
قبلها كمان 56 وقبلها 48 الى اخره، يعني عارف ان انتوا سمعتوا بعض حاجات كتير قوي عن التاريخ ده كله. انما هنيجي على 73 بقى. انا في الحرب دي كنت انا ضابط تخطيط في هيئه عمليات القوات المسلحه في الغرفه الرئيسيه اللي بتدير العمليات الحربيه مع الرئيس السادات ومع طبعا مشير احمد اسماعيل كان وزير الحربيه والجمسي وسعد الشاذلي رئيس الاركان. وطبعا كل مدار منهم وحديث وبتاع كلام من ده انا عارفه طبعا، وفي حاجات ناس بتتكلم اي كلام الحقيقه، انما الحقيقه لا غير كده. كان التعاون جوه الغرفه وكل واحد بيقول رايه بمنتهى الصراحه، وتدرس العمليه عيوب ومزايا وكلام ده كله ويختار الانسب. مفيش بقى كلام يقول لك ايه اصل مش عارف في الشاذلي عمل ايه او قالوا له ايه، حط كل الكلام ده يعني خرافات ما لهاش اساس من الصحه. والدليل على ذلك ان هو كان سعد الشاذلي كان رئيس الاركان وطلب المشير احمد اسماعيل يبقى وزير دفاع، ويعلم ان رئيس الاركان اهو اللي بيتقال عليه انه كان في خلافات زمان. هل معقوله حاجات زمان قوي لما كانوا مقدم وده عقيد وبتاع كلام هتاثر لما ده بقى فريق اول وده مشير؟ يعني كلام غير منطقي اللي بيتقال. يعني العمليه عمليه فكر عسكري له قواعد وله اساليب، يا اما القرار ينطبق عليه العلم اللي درسناه كله للعمليات الحربية أو لا ينطبق. هنا يتقال ده قرار سليم أو قرار غير سليم. أنا هرجع بقى مرجوعنا لجمال عبد الناصر وأنور السادات. جمال عبد الناصر تذكره مقولة قالها ورفعها بعد حرب 67 ونكسة الجيش المصري في هذه الحرب، وكانت هزيمة احنا بنسميها من الناحية العسكرية هزيمة. ايه فكر جمال عبد الناصر في هذا التوقيت؟ اعلن مبدأ ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، والناس كلها سقفت. ما هو المقصود بالقوة لجمال عبد الناصر اللي يقصدها؟ هي القوة المسلحة، زي ما اسرائيل خدت سيناء بالقوة المسلحة احنا هنستردها بالقوة المسلحة. هذا مفهوم الرئيس جمال عبد الناصر. فات المنطقة خدت بقى وقت 6-7 سنين، دخلنا فيها مرحلة استنزاف الى اخره. ومرحلة الاستنزاف دي ما هيش مرحلة بس، احنا كعسكريين بنسميها حرب الاستنزاف، وموجودة في القاموس اتريشن وور، مكتوبة كده في القاموس. اللي يرجع للقاموس الحربي يعرف انها حرب استنزاف لا اهداف ولا مراحل الى اخره. انتهت حرب الاستنزاف، ده كان موجود ايام جمال عبد الناصر، وبقينا في هدوء. اسرائيل طبعا جهزت بقى خط بارليف المنيع بتاعها ده، وجهز نفسها كويس قوي، واحنا جهزنا قواتنا برضه. ما جه انور السادات تولى الحكم خد نفس المبدأ وقال ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، ولكن مفهوم القوة عنده تغير. قال إيه؟ قال الدولة لها قوة، لها قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة إعلامية، قوة شعبية إلى آخره، قوة. لماذا أقصر العملية عشان نسترد سيناء باستخدام قوة واحدة وهي القوة العسكرية؟ خاصة ان المفتاح اللي كان بيتفتح عشان يديني سلاح كنا احنا طردناه مشيناه قلنا له مع السلامة، اللي هم ايام السوفيت يعني. طبعا مش هيدونا حاجة بعد كده، فهنحارب اللي في ايدينا. هل اللي في ايدينا يحقق اننا نعيد تاني سينا حتى خط الحدود؟ نقول لا. المقارنة كانت تقول لا. طيب اذا الراجل كان له حق انه يقول بقى انا استخدم قوة مختلفة،
فبدأ يأهل العالم كله بالقوى السياسية ويضم الدول الإفريقية اللي تقطع علاقتها بإسرائيل واللي ودار في خلال السنتين دول ولا ثلاثة إلى العالم كله بيهيئ الوضع اللي يعني يبان فيه إننا لنا الحق في استعادة سيناء مرة أخرى وحقنا هذه العملية. ده نمرة واحد. استخدم القوى الاقتصادية، غير اقتصاديات البلد، ما خلاش اقتصاديات حرب زي ما كانت انجلترا عاملة في الحرب العالمية الثانية. لا، الناس ما شعرتش بتغيير في الاقتصاد نفسه في الطعام والمأكل والملبس خالص، ما حسوش بفرق كبير، انما في حاجات اخرى الفرعية هو ده اللي ايه اللي بعد عنها الى اخره. بستخدم الاقتصاد. ثلاثة، لما جاي يقول للقوات المسلحة، انا حضرت الوقفة دي بقى مع المشير احمد اسماعيل، واحنا واقفين على الترابيزة والخريطة موجودة، حط ايده كده على الخريطة، الخريطة دي 100 ألف، واحد على 100 ألف، يعني السنتي ب100 ألف سنتي وهكذا، حط ايده كده عليها وشاور له قال له ايه، ان شاء الله تاخدوا لي شبر وتسيبوا لي الباقي وانا اكمل. الشبر ده هو 20 كيلو، يعني لو خدتوا لي شبر على الخريطة هو 20 كيلو اللي احنا خططنا عليه فعلا. وتم التخطيط للحرب. بعد الحرب ما خلصت ونجحنا في اقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف وقالوا وقف اطلاق نار، كان ممكن نقول لا، انما هم عملوا اختراق عندنا في الغرب. هو فكر قال خططتم، شو بقى الخدعة بقى، خططتم لتدمير القوات اللي عبرت في الغرب وحشدنا قوات فعلا قادرة انها تدمر قوات اللي على في الغرب، ثلاث فرق، فرقتين ميكانيكا وفرقة مدرعة، وكان ممكن جدا ان المنطقة جزء منها كبير جدا منطقة جبلية ما فيهاش حد، انما المنطقة الفاضية وشمال السويس هي الحتتين اللي ممكن كنا ندمر فيها القوات دي ونقفل عليهم وما يقدروش يرجعوا تاني الناحية التانية. فجالوا كيسنجر بقى قال له تعال انا عارف انكم بتخططوا لتدمير الصغر، قال له ايوه، ما بيكذبش الراجل، ما بيكذبش، قال له ايوه، قال له انا جاي بقى رافع رايه السلام ان هم هينسحبوا من الغرب الى الشرق، بس لينا طلبين اتنين بس ما فيش غيرهم. قال له ايه؟ قول. قال له فتح باب المندب، انتوا حاطين هناك قطعه بحريه بتقفل حركة السفن وبتفتش ودمرت سفن إسرائيلية كانت جالة ببضائع في المنطقة، فنفك الحصار ده.